بنواصل لقائنا مع الدكتور مجدي صابر وموجودين في دار الأوبرا المصرية، والحقيقة استمتعنا جدا جدا بالحديث اللي فات وبنحاول نستكمله النهاردة. وحبتدي من حفل نحن في انتظاره بعد لحظات، ويقود الأوركسترا المايسترو الكبير نادر عباسي. وطبعا يعني بتالي مصر كلها دلوقتي عارفاه، خاصة بعد قيادته للأوركسترا مع موكب المومياد. طبعا الفنان الجميل الكبير نادر عباسي من الفنانين المميزين جدا جدا، ومن المايستروهات المميزين جدا، وانا شخصيا ببقى سعيد جدا بوجوده، وعامل اسراء لكسرة البندق، وعامل يعني قوه لكسرة البندق. اما نادر عباسي يقود لكسرة البندق، وطبعا كل سنه له باليه وله عروض في الاوركسترا بيقودها. السنه دي كسرة البندق سعداء بيه جدا، لان ده طبعا بيعمل نوع من الجذب الجماهيري للاوبرا والعروض الباليه، زي ما بنقول يعني اصبح وجه مألوف جدا جدا طبعا جداً. وهو له كاريزما عاليه جدا. أيوه. جدا، وحد انا شخصيا بستمتع وانا بتفرج عليه.